الجهاز الاداري السنه دي كان عليه حمل كبير جدا، يعني ما ننكرش ده، سواء من عقود وتجديد عقود لاعبات كتير، لان بدايه الموسم كله كان عباره عن تجديد للفرقه. كلمنا عن بدايه الموسم والمطبات اللي قبلك والمشاكل كجهاز اداري. وطبعا المشكله اللي قابلتنا في الاول اللي هو موضوع تغيير العقود، تمام، العقود القديمه بالعقود الجديده، وكانت في ناس ماضيه وكده. طب ده السبب يا كابتن؟ برضه مش فاهمين السبب، يعني بدون ما نقول يعني حاجه، ايه السبب ان الاتحاد خد قرار بتغيير العقود؟ ايه العقد الجديد، الفرق ما بين الجديد والقديم للساده المشاهدين؟ العقد القديم كان الناس ماضيه عليه، كون ان العقد يتغير الامضاءات دي كانها والاتحاد قال لكم كده؟ اه الاتحاد قال لكم لو ما جبتش عقود جديده بامضاءات جديده العقود القديمه ليس لها لازمه. تمام، بس انا كنت شاري العقود، تمام، بجواب رسمي. القديمة ولا الجديدة؟ القديمة بجواب رسمي. تمام، بجواب رسمي ومعايا الإيصال بتاع اللي أنا دفعت بيه. طب ده يفرق في إيه بقى يا كابتن؟ طبعا إن أنا شاري العقود ديت. دوكيمنتس رسمي من الاتحاد. اه، شاري العقود ديت قبل ما يتعدل العقود. فقانونا العقود دي سارية. الوضع طبعا القانوني النادي برضو خد إجراء، تمام، إن هو خاطب اللجنة الأولمبية، واللجنه الاولمبيه اقرت ان العقود دي ساريه. انا فاكر الجواب ده. تمام، اه ساريه، لحين انعقاد جمعيه عموميه تقر العقود الجديده. الله، 100 100، ده اجراء كان 100 100. اه طبعا، عشان النادي يحافظ على حقوقه. بالظبط كده. انا دلوقتي ما فيهاش العقد لسه في مدته او ديوريشن بتاعته تقول لي غيره، وحتى لو غيرته يفضل الموجود. طب كابتن، مستوى البنود، على مستوى العقد كعقد مواد وبنود جوه العقد، في فرق ما بين العقد القديم والجديد؟ هو العقد القديم كان يعني واضح شويه، وفي في التايتل بتاع الكتابه كان اوضح شويه عن الجديد. تمام، وكان في بند اتضاف في العقد الجديد ان هو اللعيب اللي عايز يفسخ عقده يدفع 50% من العقد. يعني حضرتك، انا السنه دي، لا السنه، السنه نفسها انا عقدي مثلا السنه دي 100,000 جنيه، ادفع 50 انا مش عايز اقعد في الاهلي، اروح دافع 50,000 جنيه وماشي. ودي اتضافت في البنود الجديده؟ لا، ده اتلغى يا فندم في الجمعيه العموميه، كله اعترض على البند ده، بند 5 في العقد. الجمعيه العموميه كل اعترضت على البند، والسنه دي اتشال. جه جواب ان البند ده اتشال من العقد. لا تعليق، والله العظيم ده عسل، بند جميل جدا. يعني يحط لي بند ان انا اللعيب امضي معاه واتفاوض واديه له ويجي في نص الموسم، لا يا جماعه انا مش. طب بس انا يعني العقد ده الجمعيه العموميه ما اقرتهوش، لا العقد الجديد بس ما عدا البند ده اقرته، ما عدا العقد البند ده. اول مره اشوف جمعيه عموميه. ودي كان كابتن خالد العوضي بصراحه يعني بعت لنا وقال لنا طلعوا معالي الوزير العامري، لان هو كان هو اللي حضر هو اللي حضر الجمعيه العموميه، طلب مننا نطلع ملاحظ على العقود دي او اي حاجه في اللوائح. كتبنا مذكره فعلا بالحاجات ديت، وكان بينهم البند بتاع 5 ده، بند 5 في الاداري جامد جدا. وخلينا اقول لك ان استجابه الجمعيه العموميه وتعاطفها مع الاهلي، مش تعاطفها ولكن تأييدها للنادي الاهلي ورؤيته، ده يدلك النادي الاهلي صح. تمام، هو طبعا هو البند يضر كل الانديه بالظبط، مش الاهلي بس. يعني حضرتك اللعيب، انا مش عايز اقعد في النادي، ما عمرها ما حصلت. ازاي يا جماعه؟ ان انا في لعبه بيحصل كده؟ بالظبط، ممكن احط شرط جزائي، انما نص السنه ما فيش حاجه اسمها كده. احط شرط جزائي اتفق عليه الطرفين بالظبط، مش ان انا اقول كده من عندي وخلاص. لا بس يا كابتن، ده انتوا اول السنه ضربتوا في خلاط جامد. احنا قعدنا حوالي شهرين مع الدكتور وليد. بصراحه موضوع التسجيلات دوت، وبنسلم الحاجات في اللجنه الاولمبيه، تمام، باجراء رسمي وكده عشان نخلص موضوع التسجيلات ده. فعلا يعني تخيل كل ده، واللعيبه بتتمرن في الملعب والمدربين شغالين، وانتوا في معركه تانية بره الملعب. لا احنا في موال تاني، في قصه تانية. عشان كده ده النجاح، وكمان دكتوره منا في قصه ثالثه بقى مع المصابين. يعني قصدي اقول لك كل واحد في اتجاهه وكل واحد شغال عشان المنظومه دي في الاخر. بس انا بحييك حقيقه، انا لازم ابعد المشاكل، يعني لازم ابعد المشاكل الاداريه دي عن الجهاز الفني، عشان هو يركز في شغله الفني، وابعد عن القصه. فكان كل شغلي مع الكابتن خالد العوضي بصراحه. عملوا جهد كبير بصراحه الاثنين معاكم جامد، عشان الحفاظ على حقوق النادي، وده مجهود كبير بصراحه. كابتن خالد العوضي كمان يعني تقريبا متواصل معانا على طول، ما بيسيبناش في اي حاجه اداريه، ده غير ان هو موفر لنا كل حاجه يعني. بجد يعني يعني بيعدي اللي احنا طالبينه كمان. الله اكبر، ما شاء الله. وده مش غريب عن كابتن خالد، لانه ابن النادي. حضرتك يعني ميزه النادي الاهلي ان هو منظومه صح. لما بتشتغل في منظومه فيها
قواعد وقوانين فرتاح. من اكبر حد في النادي لغايه اصغر حد في النشاط الرياضي تمام، انت بتستريح. صحيح يا سياده اللواء، صحيح صحيح.